وطن اف ام 99.2. كلنا للوطن للعلا للعالم بل وعين الزمن سيفنا والقلم. كلنا للوطن كلنا للوطن كلنا للوطن. مساء الخير يا وطن، مساء الخير من رفح حتى رأس الناقورة، مساء الخير من قدس العروبة وغزة الأبية حتى الخليل، مساء نسيم الجليل العليل، مساء الخير من حيفا وعكا والناصرة وبئر السبع إلى نابلس جبل النار، مساء نخيل أريحا وبرتقال يافا، مساء الخير لبيسان والمجدل وإسدود وعسقلان، مساء الخير من أم الرشراش والمزارعة ويالو ولفتة وعين كارم والعباسية وسلمة وبيت نبالة وصفد. مساء الخير إلى بيت نوبة وعمواس والقسطل من طبرية حتى النقب. مساء الخير من اللد والمثلث. مساء الخير من وطن يا وطن. مساء الخير من مهد بيت لحم إلى قلقيليا وطول كرم وجنين لأهلنا في طوباس وسلفيت. مساء الخير لكل مدينة وقرية ومخيم. مساء الخير لشعبنا في الشتات واللجوء. مساء الخير للأسرى والجرحى وذوي الشهداء. مساء الخير للعمال والفلاحين. مساء الخير للطلاب للفقراء. مساء الخير يا وطن، مساء الخير يا أرضا عشقناها مدى الزمن. في هذه الجولة الإخبارية المسائية نتابع معكم آخر التطورات والأحداث الميدانية مع شبكة مراسلين على امتداد الوطن السليم. نقرأ الخبر، نقدمه ونحلله بعين فلسطين. هذا البرنامج برعاية بوابة أريحة جيريكو جيت إحدى شركات أركان. بوابة أريحة، الوجهة الاستثمارية الأولى في فلسطين. مستمعينا مشاهدينا، أهلا بكم إلى برنامج مساء الخير يا وطن وجولة مسائية نناقش فيها آخر التطورات الميدانية والسياسية وحصاد اليوم الإخباري عبر شبكة وطن الإعلامية. تستمعون إلينا عبر الموجة 99.2 FM، تشاهدوننا عبر تلفزيونات التفاعلية، بثنا المباشر على موقعنا الإلكتروني وطن.net، وبثنا المباشر عبر صفحتنا على فيسبوك وكالة وطن للأنباء. سنكون معكم من الهندسة الإذاعية الزميل محمود معطان، من التنسيق والإخراج التلفزيوني الزميل محمد الزاغة، وسأكون معكم من الإعداد والتقديم سماح الكحلة. وبرنامج مساء الخير يا وطن يأتيكم برعاية بوابة أريحة، الوجهة الاستثمارية الأولى في فلسطين. ونبدأ جولتنا بأبرز ملفاتها. جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيد أشرف الشيخ إبراهيم في جنين. المستوطنون يعيدون بناء مدرسة دينية في مستوطنة حومش المخلى. وفي قصة اليوم، رغم كل المعيقات، المسنان أبو عرام وزوجته يحصدان محصول القمح وحيدين في مسافر يطا. إلى التفاصيل.
شيعت جماهير غفيرة جثمان الشهيد أشرف محمد الشيخ إبراهيم الذي ارتقى متأثرا بجراحه التي أصيب بها خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين فجر اليوم. وانطلق موكب التشييع من مستشفى جنين الحكومي بعد أن ألقيت على الشهيد نظرة الوداع الأخيرة بمسيرة حاشدة شارك بها آلاف المواطنين وسط الهتافات التي حيت بطولة الشهيد وتوعدت الاحتلال بالرد على جرائمه. واستشهد أشرف وهو ضابط في جهاز المخابرات متأثرا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها برصاص الاحتلال خلال عدوانه صباح اليوم في جنين. وقالت وزارة الصحة إن الشاب أشرف محمد أمين إبراهيم 37 عاما استشهد متأثرا بإصابته برصاصتين متفجرتين، واحدة في البطن تسببت بتفتت الكبد والثانية في الصدر اخترقت الرئة. وكان مخيم جنين شهد فجر اليوم عملية عدوانية واسعة استمرت لأكثر من 6 ساعات. هذا وعم الإضراب الشامل محافظة جنين حداداً على استشهاد الأسير المحرر أشرف الشيخ إبراهيم برصاص الاحتلال خلال اقتحام المخيم فجراً. إلى ملفنا الثاني، أعاد المستوطنون اليوم بناء مدرسة دينية في مستوطنة حومش، وهي إحدى المستوطنات الأربعة التي تقع شمالي الضفة الغربية وجرى إخلاؤها في العام 2005 ضمن خطة فك الارتباط. وذكرت صحيفة هآرتس العبرية أن وزير الحرب جالنت ووزير المالية سموتريتش سمحا للمستوطنين بإعادة بناء المدرسة في مستوطنة حومش بهدف نقل بؤرة استيطانية قريبة إلى هناك. وتأتي أعمال المستوطنين في ظل مساعيهم لإعادة بناء مستوطنة حومش في الضفة الغربية وفرض أمر واقع بعدما ألغى الكنيست القانون الذي على أساسه نفذت خطة فك الارتباط والتي تم في إطارها إخلاء 4 مستوطنات في شمال الضفة بالإضافة إلى إخلاء جميع مستوطنات قطاع غزة وسحب جيش الاحتلال من القطاع. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي عبد الله أبو رحمة، مدير عام هيئة العمل الشعبي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. سيد عبد الله، أهلا بك إلى مساء الخير يا وطن. أهلا وسهلا بكم، مساء الخير. يعني سيدي، بداية المستوطنون يعودون إلى حومش وبالفعل اليوم يجعلون هذا أمرا واقعا بإعادة بناء هذه المدرسة الدينية، كيف تنظرون إلى ذلك؟ نعم، يعني هذا هو منذ أن أقرت وصادقت الحكومة على العودة إلى البؤر أو المستوطنات المخلاة منذ فترة، وعلى رأسها مستوطنة حومش، بدأت بالفعل عملية منهجة، سواء كان ذلك من خلال الاعتداءات المتكررة والتي شهدتها بالأيام الماضية أو ما جرى اليوم أيضا من اعتداءات على أهالي برقة، على المزارعين، على المنازل، على الممتلكات ككل، والتي بالفعل هي تهدف بفرض أمر واقع، التضييق على المواطنين الفلسطينيين والعودة إلى هذه البؤرة، حيث بدأوا منذ أيام قليلة أيضا بتشييد هذه المدرسة الدينية والتي هي تعتبر الأساس لهؤلاء المتطرفين من خلال ما تقدمه من تعليم وتعليمات حول كره الآخر أو حول كره الفلسطيني وحول بالفعل تربية فتية احتلال هذه العصابة الإجرامية على كيفية الانتقام أو كيفية تنفيذ الاعتداءات والجرائم ضد الفلسطينيين. فبالتالي ننظر بذلك بعين من الخطورة، أولا ما يهدد المنطقة وخصوصا بلدة برقة وسلك الظهر وبالزارية وأيضا قبطية، وأيضا ما يؤثر على المنطقة كل، نعلم أن هذه البؤرة تقع بالمنتصف بين محافظتي نابلس وجنين، وبالتالي سيكون هناك ضمن المخططات تضييق على الطريق الرئيسي الذي بين المحافظتين، وسيكون هناك توسعة وطرق خاصة لهذا المستوطنين على حساب الأراضي الفلسطينية. نعم، يعني من هذا الحديث سيد عبد الله، العودة إلى حومش على ماذا ستفتح الباب؟ وهل نحن بالفعل أمام دولة للمستوطنين داخل دولة الاحتلال؟ نعم، يعني هذا سيفتح الباب على مزيد من الجرائم والاعتداءات والانتهاكات والمصادرات،
وأيضا إحنا نحن نقول نعم بالفعل هذه الحكومة هي حكومة استيطان بامتياز، تعمل في كل اللحظات وفي كل المناطق بطريقة منظمة وبطريقة مدعومة من قبل الحكومة الإسرائيلية. وشاهدنا يعني منذ بداية استلام هذه الحكومة منذ شهر 1 بداية هذا العام، لمسنا مدى الابتزاز الذي تقوم به أضرع اليمين المتطرف، سواء كان ذلك من خلال سموتريش أو بكثير وحزبيهما، والذين بالفعل في كل لحظة يهددون الحكومة بالانسحاب منها، ويكون الثمن هو ابتزازات من أجل تنفيذ مخططات استيطانية، كما كان بشرعنة 9 بؤر الذي شرعت قبل فترة، أو العودة إلى هذه البؤرة التي أغريت عام 2005، أو من خلال المصادقة على وحدات استيطانية وبناها، أو سن قوانين تتعلق بإحكام السيطرة، أو ضخ ميزانيات تهدف بتحسين أوضاع المستوطنين. نتحدث عن 4 مليار قبل فترة للشوارع لتحسين وضعية الشوارع التي يمر منها المستوطنين. نتحدث عن 32 مليون شيكل تم المصادقة عليها أيضا فيما يتعلق بالمنطقة بالذات في بلدة صباصيا وإحكام السيطرة على المنطقة الأثرية، سواء بالشوارع أو مركز شرطة الاحتلال أو أماكن سياحية. كل هذا يأتي بالسيطرة بالكامل على الضفة الغربية وإطلاق العنان للبؤر الاستيطانية والتوسع الاستيطاني في كافة المنطقة. فبالتالي كما ذكرت هي حكومة تضخ كل أموالها وكل إمكانياتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. طيب الوضع الأمني أيضا في الضفة الغربية في هذه الفترة أصلا معقد، وهذا التغول الاستيطاني برأيك سيد عبد الله أين سيقود المنطقة، خاصة أن قيادة جيش الاحتلال اعترضت اليوم على سماح جالنت وسموتريتش للمستوطنين بإعادة بناء المدرسة الدينية، وذلك لخوفها كما تقول من تفجر الأوضاع الأمنية في المنطقة؟ يعني واضح أنه على كل الصوت هذا ما وصفت ما يقوم به المستوطنين، ولكن أيضا ما يقوم به الجيش الإسرائيلي وبصورة ليلية وآنية، يعني من اعتداءات وانتهاكات، عدد الشهداء الذي ارتفع إلى أضعاف، حجم الاعتقالات والتضييقات في داخل السجون، كل هذه السياسات بالفعل هي تقود المنطقة إلى انفجار في الأيام القادمة. أعتقد بأنه هذه يعني كلما ازداد الضغط، كلما زادت الهجمة من قبل المنظومة الاحتلالية الصهيونية الفاشية ضد الفلسطينيين، سيكون الرد بالمقابل أو بالاتجاه المعاكس، وبالتأكيد سيكون هناك مزيد من سواء كان ذلك العمليات أو الفعاليات، وكل هذا يقود المنطقة إلى الانفجار. فبالتالي ما يجري هو بصراحة كما ذكرت عملية ممنهجة لتهجير تجمعات بأكملها، للتضييق على قرى، على مناطق السيطرة، عدم السماح بمرور الفلسطينيين عليها. كل ذلك يشهد هو كما ذكرت سيناريو لما جرى في النكبة أو قبل النكبة عام 47 وبداية عام 48، وما جرى من النكبة من عمليات تهجير. وبالتالي بالتأكيد نحن في القرن 21 وبكل المعطيات لن نسمح بأن تتكرر هذه النكبة، وبالتالي إما أن نحيا قرى ما وعظماء فوقها أو شهداء في بطنها، وبالتالي بالتأكيد سيكون الرد بمقاومة الاحتلال بكافة الأشكال. نعم، كيف ستواجهون بالتحديد، سؤالي الأخير لك، كيف ستواجهون هذه المخططات، خاصة أننا لا نتحدث عن مجرد مثلا يعني مخططات صغيرة، إنما هي مخططات استيطانية الآن على مستوى كبير وعالي؟ نحن في هيئة مقاومة الإزدار والاستيطان دائما نلمس الخطورة التي تتعرض إليها الأراضي الفلسطينية، ودائما نطرق جدران الخزات، ندعو إلى الكل الفلسطيني للكل أن يقف عند مسؤولياته وأن يتحرك بكل الجوانب. نحن نعمل في الهيئة بكل الإمكانيات المتاحة لدعم صمود المواطنين وتثبيتهم وتشجيعهم على البقاء. وفي الشق الآخر نحن نقول بأنه على في هذه المرحلة
على المقاومة الشعبية أن تتسع. نحن نقوم بهذا الجانب، واجبنا بالمشاركة في العديد من الفعاليات، ولكن نحن هيئة بمجموعة وعدد من الموظفين، لا يمكن لنا وحدنا أن نصل إلى الهدف وهو مقاومة الاحتلال. بالتالي هناك مسؤولية كبرى على الفصائل الفلسطينية ككلها، جميعها، على المواطن الفلسطيني، على المؤسسات الفلسطينية، على الكل الفلسطيني، بأن يكون بالفعل الأيام القادمة أيام مقاومة للاحتلال. بالتالي نحن ندعو ونحفز ونقول بأنه علينا أن نتحرك ولا نقبل بكل ما يقوم به الاحتلال من سياسات احتلالية على أراضينا. بالتالي هي دعوات للمقاومة الشعبية بكافة المقاومة بكافة أشكالها، مع التركيز على أن يكون هناك مشاركة واسعة وأفقية للمقاومة الشعبية في كافة المناطق، وأن لا تكون فقط موسمية، يوم هنا وهناك أو منطقة هنا وهناك، أن تكون بالفعل مقاومة انتفاضة شعبية عارمة ضد هذا الاحتلال حينما يبدأ بالإحساس بأنه يتكبد خسائر بوجوده على أرضنا. هنا يبدأ بالتفكير في مغادرتها، ولا كما يمارس مخططاته بالسيطرة الكاملة عليها. نعم. السيد عبد الله أبو رحمة، مدير عام دائرة العمل الشعبي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة معنا في مساء الخير يا وطن. وإلى جولة على آخر التطورات الميدانية في المحافظات الفلسطينية. البداية كالعادة من العاصمة المحتلة. اقتحم مستوطنون المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية للمسجد. وواصلت شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين الفلسطينيين للمسجد، ودققت في هوياتهم الشخصية واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية. وجدد المقدسيون دعواتهم لتكثيف الحشد والرباط في المسجد الأقصى لإفشال اقتحامات المستوطنين ومخططاتهم التهويدية. ويشهد المسجد الأقصى يومياً عدا الجمعة والسبت سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين بحماية شرطة الاحتلال في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد وتقسيمه زمانياً ومكانياً. في محافظة نابلس أحرق مستوطنون أشجار نخيل في بلدة برقة شمال غرب نابلس. وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس إن عددا من المستوطنين تسللوا بالقرب من أراضي مستوطنة حومش وأحرقوا أشجار نخيل مزروعة داخل مقبرة البلدة، وتصدى لهم الأهالي وسط اندلاع مواجهات في المنطقة. في محافظة أريحة هدمت قوات الاحتلال منزلا مأهولا شرق مدينة أريحة. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال ترافقها تعزيزات عسكرية اقتحمت منطقة سما أريحة شرق المدينة، وهدمت منزلا تقدر مساحته ب 150 مترا مربعا يعود لمواطن مقدسي، وذلك بحجة عدم الترخيص. في بيت لحم أيضا هدمت قوات الاحتلال منزلا في قرية ارطاس جنوب بيت لحم. وأفاد رئيس المجلس القروي لطفي أسعد بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة واد عميرة وهدمت منزلا يعود للمواطن إبراهيم عايش بمساحة 150 مترا مربعا بحجة عدم الترخيص. في محافظة رام الله سلمت قوات الاحتلال إخطارا بهدم محجر وإزالته في منطقة الخبطة في بلدة بتونيا غرب مدينة رام الله. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بتونيا وسلمت المواطن محمود شيلو إخطارا بهدم محجره.
في رام الله أيضا تواصل قوات الاحتلال إغلاق مدخلي قرية المغير شمال شرق رام الله لليوم 17 على التوالي. وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال تواصل إغلاق المدخلين الرئيسين للقرية وتمنع المواطنين من الدخول أو الخروج منها، ما يضطرهم إلى سلوك طرق ترابية وعرة للوصول إلى أماكن عملهم. يشار إلى أن القرية تتعرض بين الحين والآخر لاعتداءات من المستوطنين وجنود الاحتلال، حيث أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي بشكل مباشر تجاه شابين يوم أمس كان قرب الشارع الرئيسي المحاذي للقرية، ما أدى لإصابة أحدهم في الفخذ والصدر ووصفت حالته بالمتوسطة، فيما أصيب الآخر وهو بشار أبو علي 18 عاما في الكتف والقدم وحالته مستقرة قبل أن يتم اعتقاله. في قطاع غزة استهدفت زوارق الاحتلال الحربية بنيران رشاشاتها الثقيلة مراكب الصيادين في عرض بحر مدينة غزة. وأفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال أطلقوا النار بشكل مكثف صوب مراكب الصيادين على مسافة قرابة 3 أميال بحرية قبالة بحر منطقة شمالي غرب مدينة غزة، ما اضطر الصيادين للهروب خوفا على حياتهم. وإلى ملف آخر، اعتبر الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة أن غياب الشفافية والتشاركية أصبح السياسة المعتمدة من قبل الحكومة في إدارة المال العام. وأضاف الفريق الأهلي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في شبكة وطن الإعلامية حول سياسة الحكومة في إدارة الموازنة للعام 2023، أن الحكومة تسمح لنفسها بإدارة تنفيذ الموازنة بدون الالتزام بأحكام قانون الموازنة. وأضاف الفريق الأهلي أن الحكومة تتعهد بتنفيذ سياسات إصلاحية لإدارة المال العام وتماطل في عكسها على عمليات إعداد وإنفاق الموازنة العامة، كما أنها لم تلتزم في تنفيذ سياسات الإصلاح المحددة في استراتيجية إدارة المال العام وأجندة الإصلاح، إذ لم تعكس البيانات المالية لأداء الموازنة للعام 2022. شهد العام 2022 والربع الأول من العام 2023 تحديات كبيرة واجهت الحكومة الفلسطينية، منها أزمة مالية خانقة لم تستطع الحكومة من خلالها الوفاء بالتزاماتها، مما أدى إلى أزمات مالية مع القطاعات المختلفة الخاصة والعامة مثل حقوق الاتحادات والنقابات، وأبرزها تجاه موظفي القطاع العام، حيث شهدت عدم اكتمال صرف الراتب منذ حوالي 18 شهر. وعلى الرغم من ذلك استمرت الحكومة الفلسطينية باتباع سياسة إدارة الظهر لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني وقانون تنظيم الموازنة العامة للعام 98، من حيث احترام مواعيد الإعداد والتقديم والتجاوز لأحكام القانون واتباع النهج الإنغلاقي وعدم التشاور والاستفراد في اتخاذ القرارات المالية وتحديد أولويات الإنفاق دون نشرها وتوضيحها، وإنكار حق المواطنين دافعي الضرائب وممثليهم من المشاركة في بلورة أولويات الإنفاق العام. تبعا للبيانات الكمية المتاحة لنا، بلغ صافي المتأخرات التراكمي حوالي 11 مليار شيكل نهاية العام 2022، أما الدين العام في فلسطين فقد بلغ حوالي 12.5 مليار شيكل، منه 7.9 مليار هو الدين محلي و 4.6 هو مدين خارجي. وعلى الرغم من صعوبة تقدير الالتزامات المالية المتراكمة على الحكومة تبعا لوجود التزامات غير ظاهرة لنا، مثل سندات دفع المؤجلة أو المتأخرات لصالح الموظفين والناتجة عن تحويل 80% من الراتب على أساس النقدي والبقية على أساس الالتزام، فتقدر الالتزامات المالية على السلطة الوطنية الفلسطينية بحوالي 30 مليار شيكل، منها 12.5 مليار دين عام و8 مليار ديون لصالح صندوق التقاعد والمعاشات و11 مليار متأخرات متفرقة. استمرار حالة حل المجلس التشريعي وتجاهل إجراء الانتخابات العامة والتجاوز المستمر لأحكام قانون تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية لسنة عام 1998 دون وجود جسم تمثيلي للمواطنين يراقب ويسائل ويحاسب الحكومة على تنفيذ أحكامها
سيؤدي إلى استمرار حالة الفشل في إدارة المال العام وخطط الإصلاح، كما أن التذرع المستمر بالموازنة بالأزمة المالية والتحديات المالية وقرصنة الاحتلال لا يسوغ التجاوز لأحكام القانون في إعداد ونشر الموازنة، وأن استمرار نهج الحكومة في ترحيل الأزمات إلى الأمام وخاصة الاتفاقيات مع النقابات والاتحادات المختلفة سيخلق قنابل موقوتة ستنفجر على شكل إضرابات ونزاعات عمل طويلة تؤدي إلى تعطيل العمل العام على حساب حق المواطن في الحصول على الخدمات العامة الأساسية وفي مقدمتها الخدمات التعليمية والصحية والتي ستكون لها تكلفة اجتماعية طائلة. إلى قصة اليوم، يواظب المسن جبريل أبو عرام وزوجته من خربة قواويس في مسافر يطا أقصى جنوب الضفة الغربية على حراسة أرضهما وزراعتها رغم كل المعيقات التي حالت وتحول دون وصولهما لأرضهما من عدم توفر شبكات للطرق ووجود معدات زراعية حديثة. نتابع المزيد في القصة المصورة التي أعدها الزميل ساري جردات. الأرض والعرض والدين، الدين اللي بفرط في أرضه وبفرط في دينه وبفرط في عرضه. الأرض أغلى إشي، إحنا جنجبلت بالدم. حصيد الشعير والقمح والشعير والكرسني والبيكة بنزرعها في شهر 11، بنبدأ في الحراث من شهر 10 ل 11 ل 12 وحين نفلح فيها. هاي الحين صار شهر 4 و 5 نبدأ فيها حصيدي لما هتستوي. السنة هذه المستوطنين دمرونا دمار، أكلوا كل المزارع، أكلوا من فوق حوالي 30 ظلم أرض. يعني لو جي ظل الزرع ما رعهوش مش معتاد أروح أشتري من الدكين لغنماتي ولعيالي. هاي أنا بستلحق اللي قريبات للبيت من هنا ما قدروش يوصلوهن، بلقط فيهن مشان أسوي شوي لغنماتي لحاجتنا. تعرف إيش الحال؟ القديمات هذولا من من الزمان قبل يطلع عن المطاحن، هذولا كانوا يحزوا من هنا بعد أسبوع ما ينشف يدرسوا على البقر والحمير والخيل، يطحنوا إنه العجائز في الدار النسوان، ويطحنوا إنه سووا الطحين وروحوا يخبزون في الطابون. في واحد ببيع بيته وأرضه اللي ولد فيها وبيع أرضه، يعني ببيع أرضه وبيع أرضه. وين نروح؟ نروح للي في سوريا، شو صار فيهم؟ اللي في لبنان، اللي في الأردن مش قادرين يأكلوا. أحسن إشي تموت في وطنك، ولا بيحملك إلا وطنك. ما شفت ولا قرش ولا أي مساعدة، وطالبت من على منبر الكرمين انه مشان الله خلوا المسؤولين من بدعي الرئيس محمود عباس انه يبعث ناس يتثق فيهم انه يجي يكشف شو فيه. شو فيه انا ولا واحد ولا مسؤول والله، لا بلدي والله ولا محافظ والله ولا مجلس ولا اي انسان بجذورنا عند الاعتداءات، وانا كل شيء موثق.
إذن علاقة الفلسطيني بأرضه ليست مجرد علاقة عادية، فحب الأرض والاهتمام بها يبدو أنه ينتقل بين الفلسطينيين بالوراثة. وإلى فقرتنا عودة إلى الذاكرة. اليوم هو 29 من أيار، وبالعودة إلى الذاكرة نستعرض لكم أبرز الأحداث التي شهدها التاريخ الفلسطيني في مثل هذا اليوم. في 29 من أيار عام 1921 عقد المؤتمر العربي الفلسطيني الرابع في القدس خلال الفترة ما بين 29 من أيار وحتى 2 من حزيران برئاسة الزعيم موسى قاظم الحسيني وحضور أكثر من 100 مندوب من مختلف أنحاء فلسطين في ظل ظروف خطيرة كانت تمر بها البلاد، وخاصة مع تزايد الهجرة اليهودية وثورة يافا. وبعد 9 جلسات من النقاش والدراسة والمداولة نشر المؤتمر بيانه الختامي الذي يدعو إلى شجب السياسة الصهيونية الرامية إلى إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين والمبنية على أساس تصريح بلفور ورفض الهجرة الصهيونية إلى فلسطين والمطالبة بحكومة تمثيلية وطنية مستقلة. في العام 1939 منظمة إيتسل الصهيونية تنسف سينما روكسي في مدينة القدس. في العام 1948 قوة الجيش المصري تسيطر على مدينة أسدود، ومجلس الأمن يصدر في نفس اليوم قراره رقم 50 القاضي بوقف إطلاق النار بين العرب واليهود لمدة 4 أسابيع. في العام 2001 مقتل ما يسمى بمسؤول أمن مستوطنة يتسهار خلال كمين نفذه مقاومون أثناء مروره في منطقة نابلس. أخيراً في 29 من أيار عام 2018 فصائل المقاومة تقصف المواقع العسكرية والمستوطنات في غلاف قطاع غزة بعشرات القذائف الصاروخية رداً على عدوان الاحتلال على أبناء الشعب الفلسطيني. وإلى محطتنا الأخيرة في مساء الخير يا وطن وحالة الطقس. هذه الليلة يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبيا خاصة فوق المناطق الجبلية، والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج. أما غدا فيكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ومعتدل في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى حول معدلها العام. الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج. في نهاية هذه الجولة هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيد أشرف الشيخ إبراهيم في جنين. المستوطنون يعيدون بناء مدرسة دينية في مستوطنة حومش المخلى. في قصة اليوم رغم كل المعيقات المسنان أبو عرام وزوجته يحصدان محصول القمح وحيدين في مسافر يطة. إلى هنا نصل وإياكم مستمعين مشاهدين إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج مساء الخير يا وطن. كل الشكر للزملاء في غرفة التحكم محمد الزغا ومحمود معطان، والشكر لكم أنتم على حسن المتابعة. هذه تحياتي سماح الكحلة، إلى اللقاء. مساء الخير يا وطن، مساء الخير من رفح حتى رأس الناقورة، مساء الخير من قدس العروبة وغزة الأبية.
حتى الخليل، مساء نسيم الجليل العليل، مساء الخير من حيفا وعكا والناصرة وبئر السبع إلى نابلس جبل النار، مساء نخيل أريحة وبرتقال يافا، مساء الخير لبيسان والمجدل وإسدود وعسقلان، مساء الخير من أم الرشراش والمزارعة ويالو ولفتة وعين كارم والعباسية وسلمة وبيت نبالة وصفد، مساء الخير إلى بيت نوبة وعمواس والقسطل من طبرية حتى النقب، مساء الخير من اللد والمثلث، مساء الخير من وطن يا وطن، مساء الخير من مهد بيت لحم إلى قلقيليا وطول كرم وجنين لأهلنا في طوباس وسلفيت، مساء الخير لكل مدينة وقرية ومخيم، مساء الخير لشعبنا في الشتات واللجوء، مساء الخير للأسرى والجرحى وذوي الشهداء، مساء الخير للعمال والفلاحين، مساء الخير للطلاب للفقراء، مساء الخير يا وطن، مساء الخير يا أرضا عشقناها مدى الزمن. في هذه الجولة الإخبارية المسائية نتابع معكم آخر التطورات والأحداث الميدانية مع شبكة مراسلين على امتداد الوطن السليم. نقرأ الخبر، نقدمه ونحلله بعين فلسطين. هذا البرنامج برعاية بوابة أريحة جيريكو جيت إحدى شركات أركان. بوابة أريحة الوجهة الاستثمارية الأولى في فلسطين.